السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة هنتكلم معلومة سريعة كده، هنتكلم عن الحلقة الخضراء اللي بتتكون في البيض المسلوق. ساعات بنلاحظ إن في البيض المسلوق في حلقة خضراء كده موجودة عند الصفار. الحلقة دي سببها إيه؟ وهل آكل البيض ده ولا لأ؟ الحلقة دي معناها إن في غاز دوار حصل وتكون. الغاز ده بيتكون نتيجة وجود مركبات، مثلا هنلاقي ان البياض البيض فيه كبريت، فيه سلفر، وفي صفار البيض بيبقى فيه حديد. اتحاد المركبين مع بعض نتيجة ان البيض بيقدم بيكون غاز. الغاز دوت لما مع عملية السلق، الغاز ده بيبقى الحركة بتاعته حركة دورانية، فتلاقي تتكون الحلقة الخضراء. عمرك ما تشوف الحلقة ديت او اللون الاخضر ده متشرط كده مثلا او بالعرض كده، هتلاقي دايما في شكل حلقة، لان الحلقة دي هي عبارة عن حركة الغاز الدوار نتيجة اتحاد عنصر الكبريت وعنصر الحديد اللي موجود في البيض. هل البيض المسلوق ده يؤكل؟ ايوه يؤكل، هو قديم لكن مش فاسد، فده فرق. فلو هو فاسد طبعا هيبقى ليه روائح وليه كلنا بنعرف نتعرف عليها، لكن البيض ده بس هو مشكلته ان هو بيض قديم لكن يمكن اكله. اتمنى ان المعلومه السريعه دي تكون افادتكم، واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.